كنت موجود الان في معرض القنص والصيد السياحي المستدام اللي تنظم طرف مجلس الجاوي للسياحه بشراكه مع المكتب الوطني المغربي للسياحه ومجلس جهه مدينه بلاد الخليفره. اليوم كان هو برنامج اللي فيه عرض ديال المنتوجات ولي برودوي ولي سيرفيس ديال لي زاجونس ولي الشركات اللي كتنظم القنص والصيد في الجهة وفي المغرب، وكان كذلك ضيوف عالميين من كندا، فرنسا، الولايات المتحدة وغيرهم من الضيوف العالميين. الغرض من هذا التظاهرة ولهذا التنظيم اللي قام به مجلس الجهوي للسياحة هو تسليط الضوء على هذا المنتوج السياحي اللي كان تميزوا به اللي هو القنص والصيد، لأن عندنا واحد جيبيي تري ديفيرسيفي اترافير لا ريجون، وعليها كانت هذه الفكره اننا نديروا لقاء ومعرض اللي غادي يجمع جميع الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع على الصعيد الوطني والعالمي باش يتبادلوا الخبرات والتجارب باش نقدروا نطوروا هذا المنتوج اللي عندنا في الجهه، وبذلك غادي نقدروا اننا نزيدوا من ليالي المبيت، لان هذا واحد النشاط اللي كيوفر ليالي المبيت بالنسبه للفاعلين في قطاع السياحه في الجهه ديالنا. البرنامج ديال اللقاء غدا غادي نستكملوه بواحد الخرجه في لي تيريتوار ديال لا ريجون باش اننا نعرفوا لي زانفيتي ديالنا على لي تيريتوار ديالنا فين كنقدروا نمارسوا هاد الانشطه هادي. الدول اللي كانت ممثله اليوم هي فرنسا، كندا، الولايات المتحده، المغرب، لا سويد، هادو بعض الدول اللي كانوا حاضرين اليوم. ولي ستاند اللي كانوا اليوم ولا العارضين كانوا دي زارموري، كانوا دي زاموديياسيون توريستيك اللي كاينين في الجهه ولا في المغرب، كانوا دي سوسيتي اللي عندهم دي بلاتفورم ديجيتال انترناسيونال اللي كيمكنوا الناس اللي كتمارس النشاط انها تلقى مع بعضياتها، وكانوا كذلك واحد الرواق خاص بالانشطه بالمنتوجات المجالية اللي كاينة في الجهة ديالنا.